هل بقى ممكن نسمد النباتات دي ببواقي المطبخ بما ان احنا يعني بنشجع بقى المشاهدين وكده؟ وايه كمان الحاجات اللي ممكن فعلا نستخدمها؟ هو التسميد، هو معظم الناس لما بتاخد النباتات وتزرع على اسطح بتقابلها مشاكل كتيرة جدا، منها انها ما بتسمدش النبات، او يعني بالمصطلح العام ما بتوكلوش. النبات زينا زيه، زي ما احنا بنشرب وناكل، فهو برضه محتاج ياكل ويشرب. فالميه كده كده احنا بنديها له، الميه الغذاء بقى بتاعه، العناصر الغذائيه، الاكل بتاعته دي عباره عن عناصر غذائيه، ليه السماد؟ اللي هي السماد. هو التربه نفسها بيبقى فيها نسبه من العناصر الغذائيه، فهو مع الوقت بيستنفذها وبياكلها، فبالتالي بتصبح التربه دي فقيره بهذه العناصر. فالمفروض احنا نضيف بقى العناصر دي في التربه مره اخرى. التربه دي، العناصر الغذائيه دي، يا اما نضيفها في صوره كيميائيه من كيميائيه من الاسواق، ودي طبعا احنا بنحاول نتجنبها في البيت عشان نتجنبها. ناكل اكل اورجانيك، بالظبط تمام كده. طبعا. فبنحاول ان احنا نضيف اسمده طبيعيه. الاسمده الطبيعيه دي يا اما بنشتريها جاهزه، يا اما ان احنا نقدر نعملها من بواقي الخضروات، من بواقي الخضروات والفاكهه وبقايا ازاي بقى؟ الاكل يعني. يعني اللي انا اعرفه بتبقى حاجات مش عارفه اوصفها، يعني بتبقى زي حبيبات بيضه كده وبحطها على الحاجات هي دي طبعا دي يعني الكيماويه تقريبا. بالظبط كده. احنا دي بقى اوكي. بنستخدم في زراعه الاسطح عشان الاكل يكون اورجانيك، ويكون طبعا ما فيش اي اسمده او كيميائيه او كمان اي مبيدات بتترش والكلام ده، ويكون صحي يعني بالنسبه لنا. طب لو هنتكلم كمان عن اسلوب الرش طبعا عشان الناس برضو تبقى عارفه الاسلوب الرش الصحي بالنسبه كمان للاسطح، يعني هو الري ده برضو يعني من ضمن الحاجات اللي هي بتسبب برضو مشاكل كبيره جدا. ما احنا عايزين بقى نعرف دايما المشاهدين. بنقول في الري لازم يكون في نسبه رطوبه في التربه، يعني وما نزودش ولا نقلل الميه عن الحد المطلوب. ونعرف ازاي ده؟ يعني في ناس مثلا بتاخد اي نبات وتقول لي ارويه كل قد ايه، الكلمه دي ما تنفعش يعني. الكلام ده ما هو فعلا ده سؤال برضو، يعني فعلا هروي كل قد ايه؟ لا، هو ارويه حسب نسبه رطوبه في التربه، حسب نسبة الرطوبة. طب طب اعرفها وده ازاي؟ نعرفها ازاي؟ عن طريق القلم، رصاص او اصبعنا كده ونغرسه في التربة. لو يعني دخلنا اصبعنا في التربة كده وطلعناه لقيناه عليه اثر بلل، فالتربة كده مش محتاجة تتروي. لو لو معقولة ناشف الرمل، يعني ممكن يعدي يوم ويبقى فيه كده ما رش ما ما فيش مشكلة ما عادي، ري... ولو 3 ايام كمان. والله. بالظبط كده. يعني مثلا في نباتات الزينة الداخلية انا بروها مثلا كل اسبوع او كل 10 ايام، ما فيش مشكلة. وكل نوع غير التاني، انا اكتشفت وكل ان انا عندي نوع. معلومات على لا، فكرة. وكمان في انا نقطة، عندي زرعة كنت برويها كل يوم لا ماتت. ما هو ماتت من كتر يعني المية. كان احنا بننظم ورشات تدريبية بنعلم فيها الناس اساسات الزراعة والكلام ده. ففي حد قال لي انا، واحدة قالت لي ان انا من المتدربين، قالت لي انا الورشات دي بنقدمها مجانا على فكرة، وده سبب انتشارنا على مستوى الوطن العربي. يعني بنحاول ان لا احنا دي نخلق معلومة مهمة جدا، انك جدا تعمل طبعا موضوع ورشات المية تدريبية، وده سبب انتشارنا على مستوى الوطن العربي الحمد لله، وبتقدمها يعني مجانا. مجانية. اوكي. والحمد لله يعني بنخلق، نحاول نخلق نماذج مصغرة طب نبادرة في الناس كل اللي مكان. عايزة تشارك في الموضوع ده وتاخد من خبرة بنعلم حضرتك كل فترة عن الورشات دي، وإن شاء الله في أول فبراير في ورشة بإذن الله هنقدمها ورش برضو. لتعليم زراعة بنعملها أونلاين، الأسطح. وكمان أحيانا كويس. بنروح برضو للناس يعني. فقالت لي مرة، قالت لي أنا عايزة نبات بيستحمل المية، عشان ابني رايح جاي بيدي الورد كل ما عايزة أجيب حاجة زي. عايزة أيوه شايفها هتكبر، ده كبزيف بالظبط كده. كل ما يديها فقلت مية لها لا، ده هتكبر. الحل الوحيد بقى تجيبي له وردة بلاستيك بقى وتحطيها له هو إيه عايز يشرب. يرويها على طول. احنا طبعا بالظبط كده. بالنسبة لنا مش فاضيين، عايزين صبار. فهو كل اسبوع يعني مرة. نسبة الرطوبة في التربة هي، لأن أنا اللي زرع في رمل غير اللي زرع في طمي غير اللي زرع في بيتموس، التربة دي يعني بتحتفظ بالرطوبة بدرجات مختلفة عن بعضها يعني. وهنكمل برضو موضوع السماد ازاي يتعمل في البيت برضو، عشان الموضوع ده ممكن الناس تستفيد منه. اللي انت قلت عليه من الفاكهة والخضار اقدر اعمل سماد اورجانيك في البيت، بالظبط. قول ايوه لنا بقى الطريقة عشان الناس يعني تستفاد. انا بجيب نوعين من الخضروات، ايه نوعين من ممكن حضرتك تذكر المكونات. مثال مثلا؟ حاضر. يعني بنجيب نوعين من المكونات. اول حاجه اسمها مكونات كمصدر للكربون، زي مثلا ورق الجرايد، ورق الكرتون، ورق الشجر الجاف اللي موجود في، يعني موجود في كل مكان ده. وده الجانب ده متوفر. الجانب الاخر او المكون الثاني بيكون عباره عن بواقي الخضروات والفاكهه اللي موجوده عندي في المطبخ، بس نحاول ان احنا نبعد عن النشويات والدهون علشان بتسبب لي روائح كريهه، ممكن كمان تكون مصدر للحشرات والاعفان يعني. فبنجيب المكونين دول ونقطعهم قطع صغيرة، ونجيب شوية طمي عادية خالص كمصدر بقى للبكتيريا اللي هتحلل لي المكونات دي. لان في ناس احيانا بتضيف قشر الموز وقشر البيض للنباتات، النبات مش هيستفيد منهم بشكل مباشر، لان العناصر دي ما بتكونش في صورة ميسرة ان النبات ياكلها يعني. فانا المفروض الاول بحط المواد دي او المكونات دي البكتيريا تحللها،
فالعنصر يكون في صوره ميسره ان النبات ياكله بسهوله يعني. تمام البروسيس كده؟ دي او العمليه دي تقريبا بتاخد وقت قد ايه؟ تاخد حوالي 3 شهور يعني. انا كل ما اجيب حاجه بحطها في طبقات، فيعني اجيب بس بوت كده ولا حاجه، وبعدين اعمل فيه فتحات واضيف طبقه من المواد البنيه اللي هي الكرتون وورق الجرايد والكلام ده. 3 شهور اه ده عشان زراعه اتحلل، كده زي الصيد يعني، عايزه صبر. عشان اه بالظبط كده، عشان يتحلل بشكل كافي يعني. اوكي. انما انا ما ينفعش اضيف الكلام ده بشكل مباشر للنباتات، لازم الاول تتحلل، وبعدين طبعا بنحطها في طبقات متبادله مع طبقه طمي ونرطب، وبعدين نفضل نضيف يعني الطبقات هو صبر بالشكل في ده اول يعني. 3 شهور بس وبعد بالظبط كده كده ايوه.